من الصورة اللي بتعكس واقع تحريضي لا شك إلى صور أبهى لشباب وشابات قرروا يشاركوا في تعريب الحيز العام في مدينة يافا. 100 شاب وصبية طلعوا لشوارع يافا يوم السبت الماضي قبل يومين لتنفيذ مشروع بالعربي يافا. عم بتشوفوا طبعا صور من هالنشاط، ومعنا عبر الخط الهاتفي مصطفى ريناوي ليشاركنا تفاصيل ما كان. هات ما عندك يا مصطفى. بدي أحكي أكثر يعني عن المحور التطوعي. أولا اختيار المكان يعني مدينة مثل مدينة يافا كان سبب طبعا مركزيتها وتاريخها وحاضرها اللي إحنا بنطمح له دائما يكون فلسطيني. هاي المدينة اللي بتعاني وبتصمد بنفس الوقت، كانت الفكرة انه احنا نشبك مع المؤسسات الوطنية والاهلية هناك اللي من خلاله نقدم يوم تطوعي، خلينا نقول ممكن نقول بثلاث ابعاد. البعد الاول كان هو البعد العملي، انه احنا ننشئ نساعد بانشاء مساحة هاي المؤسسات اللي هي عروس البحر، رابطة اهالي يافا وعرب يافا، السرايا، وايضا الحركة الشبيب اليافوية اللي فيها كان الهدف بقسم منها تجهيز مكان اللي يقدر يستقبل أهالي يافا من خلال ورشات، محاضرات. شو مصطفى اللي بيكون ممكن نلاحظه تغير في حال بهاي اللحظات او اليوم توجهنا ليافا؟ اوكي، هو في البدايه في الاربع مؤسسات اللي حكيت عنهم صار في تجهيز لمكان يستقبل اهالي يافا من خلال ورشات مختلفه. الشيء الثاني هو كان في بعد كمان اللي هو تثقيفي واعلامي، يعني مشاركه الطلاب. كان في كثير فعاليات مش هقدر احكي عنها كلها، بس جزء من الفعاليات كان هو نشر صور حتى في المباني الخارجيه وايضا الداخليه ليافا. يافا المدينه اللي كانت يعني بفتره الثلاثينات والعشرينات بتضاهي مدن مثل القاهره ودمشق. فكان الهدف فيه توجهين، توجه انه اهالي يافا نفسهم يشوفوا في حركه، واحنا يعني اخترنا يوم السبت لانه يوم مركزي، يشوفوا في حركه في تعريب للحيز العام في هاي المدينه اللي من خلاله الطلاب مثلا راحوا على محلات مثل سينما الحمراء وغيرها من المواقع المشهوره في يافا وشافوا شو اسا المدينه، شو يعني الاحتلال شو عمل في هاي المواقع. وراح يكون في معارض صور اللي هي في هاي المؤسسات ايضا، يعني اليوم تقدر تروح على يافا غير انك بتشوف مكان مجهز لاستقبالك. طبعا في قسم من المؤسسات، مش كلها، في مؤسسات اللي هي كانت جاهزه لاستقبال برنامج تثقيف كامل للاهالي للمجتمع اليافاوي، كمان تشوف معارض صور. مصطفى بعشر ثواني، يافا ثم ما ثم اين؟ يعني هل هناك استمراريه للمشروع؟ طبعا هو المشروع هي مش اول خطوه، كان يعني العام الماضي كنا في الليث، اللي قبله كنا في النقب، فكل سنه بنختار مكان اللي نترك فيه بصمه عمليه وايضا تثقيفيه، وهذا مهم. شكرا يعني كمان. شكرا جزيلا مصطفى ريناوي، يعطيكم ألف عافية. شكرا. عرفت يافا بهذا الاسم منذ القدم، فلم يمس اسمها سوى تحريف بسيط، فاسم يافا هو كلمة كنعانية بالأساس معناها المنظر الجميل. وكافة الأسماء اللي أطلقت على هالمدينة من فجر التاريخ لليوم تدل فقط على معنى واحد ووحيد، وهو الجمال. والأكيد أن حضور اللغة العربية رح يضيف على جمالية الصورة الكاملة في مدينتنا الساحرة. يعطيكم العافية لكل الشباب اللي كانوا هناك.